بسم الله، الحمد لله، ربنا اجعلنا مصابيح هدى يهدي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون، يعني شادين صحيح، معناها مش مسلمين، لكن ما يوريكش. يقول لك يا سيدي يا سيدي، الكلاب باليود يعملوا لك ما بالك بالصاين. سيدي يا سيدي، الله لا يوريك ما ريت ولا لا يذوق ما ذوق. وش يقصد؟ الله يوريك اللويز اللي كل يوم نعمل عليها طلة وسمتع بيكونوا في ملكيتي، ولا لا يذوقك ما ذقت، يعني الله يذوقك من الآلام اللي ذقت. ولا ليس هكذا، هو كلا العسل بالمال الحرام والسمن والو مجر. يقول لك انت يتمنى لك اللي ما تذوقهمش وما تراهمش وما تشممش. نسأل الله السلامة.